ووالله إن هذا الدعاء النبوي في تسكين الألم أنفع من كل علاج لمن آتاه الله اليقين والثقة بالله في مداواة نفسه أو غيره بهذا الطب النبوي المبارك. لكن من يقوله على سبيل التجربة احتمال يمكن لعله فهذا ما يستفيد، وإنما الفائدة تأتي مع قوة اليقين والثقة بالله سبحانه وتعالى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضع يمينك على المكان الذي تشتكي، أي من جسدك، إن كان الرأس يضع على الرأس، إن كان الأذن على الأذن، إن كان العين على العين، إن كان الصدر يضع على الصدر، إن كان البطن يضع على البطن، إن كان الرجل يضع يد على الرجل، المكان الذي يألم موضع الألم، فامسح به 7 مرات، يعني بهذا المكان امسح به 7 مرات، وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد في كل مرة، وفي رواية في كل مسحة، في كل مرة وفي رواية في كل مسحة. فأرشده عليه الصلاة والسلام أن يضع يمينه على موضع الألم ثم يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ويمسح.